خلينا حط نفسك بقى انت يعني وكده كده اتفرض عليك مثلا التأجيل، انت شايف ان الموضوع هيمشي ازاي؟ يعني انت تقترح ايه المواعيد اللي يعني انت دكتور يعني هتقول ان احنا المفروض كنا نلعب في الاجنده الدوليه ولازم القرار يتنفذ وكل حاجه تمام؟ هقول لك على حاجه اتناقشت، قول لي حاجه اتناقشت هناك وكان ممكن تبقى كارثيه برضو اكتر. كارثيه برضو. ايه اللي اتناقش هناك؟ قال لك طيب مش انتوا عملتوا قرعه واديته لمصر في استضافه المباراه النهائيه؟ طيب خلاص بلاش تروح للمغرب، يعني ممكن يبقى الاهلي والزمالك بيلعبوا في المغرب. يبقى اذا انت اللي حطيت كل المشاكل دي. انا بقى كنت اشوف ان انت ممكن كنت تروح المغرب، ولانكش لو انت بتسالني انا حطيت ميعاد واجلته خلاص ده اخر تاجيل 31 العب والعب المباراه النهائيه يوم زي ما هي يوم 6 تخلص منها يوم 6 القيد الجديد وتلعب دوري ابطال افريقيا الجديد. كانت عايزه ترتيب افضل من شويه، لكن خلينا برضو يعني انا شايف برضو مش هقول بعض العذر الاتحاد الافريقي، لكن كميه الضغوط شويه وكميه المناقشات اللي حصلت اخيرا وكميه التاجيلات ومن الجانب مثلا الرجاء شويه وبعدين النادي الزمالك بعد لا مانع علشان الرجاء عنده فقال لك اوكي الاثنين مش ممانعين. دي كانت المشكله الاولى، ما انا بقول لك يعني البداية. يعني زي ما يعني انت لو لعبت كنا خلصنا ورحنا كنا خلصنا بس